يلا شيف، بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك بتاع النهارده بقى هنتكلم عن السيريال انترفيسز. ايه السيريال انترفيسز ده بقى؟ كنا قلنا واحنا بنتكلم زمان على انواع الانترفيسز ان انا عندي انترفيسز نوعها ايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت. وقلنا الانترفيسز دي اللي انا بوصلها بمين؟ باللان ولا بالوين؟ باللان. تكنولوجي الايثرنت دايما فين؟ في اللان، تمام؟ طب وانا عايز اطلع على الانترنت على الطرف الثاني على الوين، بستخدم كابلات نوعها سيريال. وقلنا مش شرط في الوين، باذن الله في السمستر الرابع في الوين هنكتشف ان لا، مش شرط ان انا عشان اكونكت على الوين لازم كابل سيريال. ابسط تاكيد لكلامي، انتوا عندكم في البيت تكنولوجي اسمها دي اس ال، خط الدي اس ال اللي بيجي لكم مش سيريال خالص، تمام؟ ايه شكل السيريال انترفيس على الراوتر؟ شايفين الشكل ده كده؟ كنا شفنا شكل السيريال انترفيس قبل كده، تمام؟ ده هيحتاج كونكتورز تانية خالص، كابلات تانية خالص، بنسميها سيريال انترفيسز. بسميها ايه؟ سيريال انترفيسز، تمام؟ يبقى من الاخر كده تاني، سيريال انترفيس ده اللي انا بستخدمه عشان اكونكت على الوان، بس مش في كل الوان تكنولوجيز، في بعض الوان تكنولوجي. ايه الوان تكنولوجي دي لغايه ما ناخدها بالتفصيل باذن الله؟ على سبيل المثال اشهر نوع من انواع الوان تكنولوجي عندنا هنا في مصر دي اس ال، ده ما بستخدمش فيه كابل السيريال. انا بس عايزه اوضح لكم ان في طرق تانية بستخدمها عشان اطلع على الانترنت او اطلع على فرع تاني للشركه بتاعتي. في بعض انواعها بستخدم فيها مين؟ سيريال انترفيس، تمام؟ فهفترض دلوقتي ان انا عندي هنا راوتر ادي التاني ومتوصلين ببعض، تمام؟ في حاجه بقى قبل ما نكمل توصيل كده، الراوتر دايما ده ار1 مثلا والطرف اللي قصاده ار2. دايما بقول على الراوتر ان هو دي تي اي ديفايس. ايه دي تي اي ده؟ داتا تيرمينال اكويبمنت. يعني ايه دي تي اي؟ قال لك ده معناه ان اي ترافيك بيجي على الراوتر من ناحيه جوه كده من ناحيه اللان هيروح مطلعه بسرعه الانترفيس ده، هيروح مطلعه بسرعه مين؟ الانترفيس السيريال ده، تمام؟ عشان توصل، عشان يوصل طبعا للفرع التاني، تمام؟ هو سرعات الوان مدفوعه ولا فور فري؟ سرعات الوان مدفوعه ولا فور فري؟ مدفوعه طبعا. مدفوعه. هو انتوا بتطلعوا النت ببلاش؟ طب تكنولوجي اللين عشان ادخل على الجهاز اللي جنبي فور فري، ما بدفعش مليم، صح؟ يبقى تاني فرقوا ما بين سرعات اللين او التكنولوجي بتاعت اللين والوين. سرعات اللين تكنولوجي اللين فور فري، تكنولوجي الوين بفلوس، تمام؟ فمعنى كده ان ما ينفعش ابدا ان انا اسيب اي ترافيك يجي لي يطلع على الانترفيس اللي بره او على الشبكه اللي بره بسرعه الانترفيس، تمام؟ معنى كده ان الديفايس ده محتاج اللي هو دي تي اي ديفايس اللي هو الراوتر محتاج جهاز تاني ينظم له عمليه الكوميونيكيشن. جهاز تاني ايه يا شباب؟ ينظم له عمليه الكوميونيكيشن، يعني يقول له ابعت بالسرعه دي، لا استنى ما تبعتش بالسرعه دي، بطئ شويه، سرع شويه، على حسب انت شاري سرعه كام، تمام؟ الجهاز التاني ده بنسميه دي سي اي ديفايس. بنسميه يا شباب دي سي اي ديفايس، داتا كوميونيكيشن اكويبمنت. اكويبمنت انا كتبتها غلط؟ لا. داتا ايه يا شباب تاني؟ ها كوميونيكيشن اكويبمنت. الدي سي اي ده ممكن يكون جهاز من اتنين، ممكن يكون جهاز انالوج على سبيل المثال في جهاز اسمه مودم. جهاز اسمه ايه؟ فين المسافه هنا؟ مودم، تمام؟ او جهاز ديجيتال على سبيل المثال في جهاز اسمه سوسو او سي اس يو اوفر دي اس يو اللي هو سيمبلي كده، يعني عشان ما نتلخبطش فيه بنطلع نقول عليه السوسو دوسو. بنقول عليه ايه يا شباب؟ سوسو. ضحكتك انا كسر، تمام يا شباب؟ يبقى تاني ممكن الجهاز ده يكون ايه؟ انالوج مودم او ديجيتال اللي هو السي اس يو اوفر دي اس يو. نفس الكلام بالظبط عند الطرف التاني برضو هيبقى عندهم سوسو دوسو بتاعهم او ايا كان، يعني اللي هو دي سي اي. وفي النهايه ان الاتنين متوصلين ببعض على الوين بقى،
ده بقى عن طريق السيرفيس بروفايدر بقى تي اي داتا ولينك والكلام ده. يبقى الهيصه اللي في النص دي كده هنعرف قدام ان شاء الله ان في هيصه في النص هنا، في سنترالات فيها اجهزه وهيصه كتير جدا جدا، هنعرف ايه حدوتتها ان شاء الله. تمام، هجي لك في الكلام، هاخد لك حقك دلوقتي. تمام يا شباب، يبقى قلنا تاني الراوتر باي ديفولت ما ينفعش ان انا اسيبه يبعت الداتا. ليه؟ لان الراوتر لوحده كده بنقول عليه داتا داتا تيرمينال اكويبمنت. يعني ايه داتا تيرمينال اكويبمنت؟ يعني بيبعت الداتا، اي داتا بتجيله بيبعتها بسرعه الانترفيس. محتاج ديفايس تاني ينظم له عمليه الكوميونيكيشن. يعني ايه ينظم له عمليه الكوميونيكيشن؟ يعني يقول له ابعت البت دي دلوقتي، لا استنى على البت دي دلوقتي. اشبهها لكم بايه؟ لو انا عندي دلوقتي كده ماسوره فيها ميه، ماسوره فيها ميه حنفيه وطفر، ينفع تتحكم في سرعه تدفق الميه دي؟ ازاي؟ بالحنفيه، صح. هو في حاجه بقى انا ممكن ان انا اتحكم فيها ازاي، ان انا مثلا احط ايدي وبعدين اشيل ايدي، لان خدوا بالكم ما ينفعش ان انا احدد سرعه الميه اقللها. خد يعني اقصد ايه، الميه وهي نازله في الفتحه دي لازم تنزل بسرعتها. طب اعمل ايه لو انا حطيت ايدي شويه قفلتها وبعد كده شلت ايدي شويه، شويه احط ايدي وشويه اشيل ايدي، مش انا كتوتال كاني اصلا اتحكمت في سرعه تدفق الميه؟ اللحظه اللي بشيل فيها ايدي الداتا ايه هتنزل بسرعتها، اللحظه اللي احط فيها ايدي انا بمنع الداتا كتوتال، مش انا كده اتحكمت في سرعه؟ ها واضحه كده؟ نفس الفكره بالظبط. هتخيل ان الدي سي اي بيحط ايده هنا شويه وبعد كده يشيل ايده، للدقه الاي اس دي بيمسك الثانيه الواحده يقسمها اجزاء من الثواني. يقسمها ايه يا شباب؟ اجزاء من الثواني، ويحط ايده مثلا عدد 3 اجزاء من الثواني وبعد كده يشيل ايده بقيه الثانيه، يحط ايده شويه ويشيل ايده شويه، يبقى كتوتال كده بيحط ايده مثلا كده بيقفلها خالص. اما مثلا لو في حاجه هو يتحكم سرعه عاليه او ضعيفه ايه تاني؟ يعني مثلا لو نيجي مثلا اللي هو الحنفيه حاطيده كده يبقى منع الداتا خالص. طيب ما ده اللي اقصده، ايوه كتوتال خالص، مش كتوتال مش كتوتال، مش انا كده قللت السرعه؟ منعها مش قللها كتوتال. انا مش بتكلم دلوقتي في اللحظه اللي بيتبعت فيها، انا اقصد كتوتال كتجميعي، كتجميعي مش انا كده قللت سرعه التدفق شويه كتوتال بشكل عام، بشكل عام مش في اللحظه اللي انا بشيل فيها ايدي. في اللحظه اللي هشيل فيها ايدي هتتبعت بسرعتها. اكد لكم ازاي، لو حد فيكم عنده انترنت كونكشن ضعيف شويه 512 مثلا ولا حاجه، تمام، واعمل داونلود وتاكد الاول ان انت لوحدك على الراوتر. لما كان عندنا زمان سرعه 512 في البيت، لما كنت بعمل داونلود كنت بلاقي مثلا الجزء الفتره اللي بيتعمل فيها داونلود الاقيه بسرعه عاليه جدا، والجزء الثاني من الثانيه الاقيه ما بيتعملوش داونلود اساسا. جزء الحاجات دي كانت بتبقى سريعه جدا فلازم تركز معاها، جزء الاقي الداونلود سريع قوي وجزء ما الاقيش اصلا داونلود بيحصل. تمام، يبقى معنى كده فعلا ان السوسو دوسو او المودم بيعمل ايه؟ بيقفل اصلا الكونكشن اساسا في جزء من الثانيه ويفتحه جزء من الثانيه. واللي يتحكم فيه طبعا الاي اس بي. تمام، ما احنا اتفقنا الثانيه، هفترض مثلا الثانيه دي عباره عن ان هي اتقسمت لثمان اجزاء. انت بقى وامكانياتك، لو عايز تشتري سرعه عاليه خليه يحط ايده يسمح لك ان انت تبعت داتا في عدد اجزاء اكتر من العدد اجزاء اللي هيتقفل فيها الكونكشن. كده كده تمام كده. الناس بقى اللي بتسالني طب ده عندنا فين في البيت، تكنولوجي الدي سي اي ده تكنولوجي ليجاسي، كل يوم والتاني بتنقرض. بمعنى ايه؟ التكنولوجي اللي موجوده دلوقتي ان اللي عندنا معظمنا هي لسه موجوده بس كل يوم والتاني بتقل. معظمنا دلوقتي اللي عندهم اصلا هو جهاز عندنا في البيت اسمه ايه؟ وجهازكم في البيت اسمه ايه؟ دي اس ال ايه؟ مودم. صاحبه بص الكلمه دي مودم، يبقى اللي عندنا في البيت هو راوتر وبلت ان جواه المودم. ده غير كده طبعا ان هم ما سابوش حاجه، حاطين لك فيه اربعه بورت سويتش واكسس بوينت ومهيصينك، صح. يبقى فين عندك يا باهي؟ السؤال اللي كنت بتسال فيه، الاثنين في جهاز واحد، الراوتر والمودم الاثنين اصلا بلت ان في جهاز واحد. وضحت كده؟ تمام. طب تعالى اوريكم مثلا اللي هو مودم، هو بيتحكم في تدفق الداتا، اه لان هو اللي بيحدد لك السرعه اللي انت هتطلع بيها اصلا سرعه كام. مش بس المفروض دي اختصار للديوريشن، الديوريشن هي السرعه، اه هو برضه نفس بيعمله بالظبط. تمام، لو جيت هنا مثلا على الصور تعالى اوريكم مثلا تكنولوجي السوسو دوسو ده بيبقى عامل ازاي. دي سي اي دي تي اي
في صورة هنا واضحة قوي، ربنا يسهل ولاقيها. اختفت لي اختفت لي. بص الصورة دي كده، ده راوتر موديل قديم شوية، ده موديل 1600 سيرس 1600 تمام. طلع منه طبعا كابل الباور، وبعد كده كابل الكونسول لو انا حبيت ان انا اعمل عليه كونفيجريشن مني دي دايركت، كابل الايثرنت ده اللي داخل على مين؟ على السويتش تمام. ده اللي هيوصلني بمين؟ باللان ولا بالوين؟ باللان. وبعد كده طالع كابل كده هنشوف شكله ورايا في الراك دلوقتي، هنشوف شكله بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله، داخل على مين؟ على السوسو دوس. وبعد كده خط التليفون جاي على السوسو دوس. في شركات عندها كده، انا شفت المنظر ده قبل كده في شركه. لو حطيت التليفون انا ادخل بتاع الاسمبل سبحان الله. تمام، على حسب التكنولوجي، على حسب الوين تكنولوجي. ده الخط مش التليفون حتى، ده اللي بيجي لك من السنترول، على حسب الوين تكنولوجي. ماشي يا شباب، حد وقع مني لغايه دلوقتي؟ طيب في حاجه بقى، اللي انا شرحته ده كله اللي انا شرحته ده كله ده اللي موجود فين؟ في الريل انفايرومنت. يعني ايه في الريل انفايرومنت؟ في الحقيقه ريل انفايرومنت في الحقيقه تمام. طب احنا هنا في اللاب عايزين نجرب اصلا التوبولوجي ده، عايزين نشتغل شويه عليه. خدوا بالكم من حاجه، تكنولوجي الايثرنت غير الوين غير السيريال. بمعنى في تكنولوجي الايثرنت جاست ان انا بحط اي بي نوشت داون خلاص انتهينا. تكنولوجي السيريال غير كده خالص، لان احنا اتفقنا السيريال ده معناه ان انا بكونكت على الوان، الوان سرعات مدفوعه تمام، مش سرعات فور فري. فما ينفعش ان انا اعتمد ان انا جاست احط اي بي ونوشت داون الاقي الدنيا قامت تاني. تكنولوجي السيريال غير الايثرنت، في الايثرنت بعمل ايه؟ اي بي نوشت داون انتهينا، انما في السيريال اي بي نوشت داون مش كفايه، لازم حاجه كمان. ده اللي عايزين نتعلمه النهارده بقى ان شاء الله. وفي نفس الوقت انا كاكاديميه ما عنديش امكانيه ان انا اقعد اجيب لكم مش عارفه سوسو دوسو ولا مودم واجيب خط من بره واوصل لكم الكلام ده عشان اشتغل عليه، عشان اوريكم الدنيا هتشتغل ازاي. وسيسكو عارفه الكلام ده كويس قوي، فسيسكو كده فكرت قالت ايه؟ طب بصي في الريل انفايرومنت، سوري في اللاب انفايرومنت، تعالي وصلي تو راوترز دايركت، وصليهم ببعض بكابل سيريال. بكابل ايه يا شباب؟ سيريال. يبقى ده ار1 وده ار2، وهوصل الاثنين تاني بايه يا شباب؟ كابل سيريال. ايه كابل السيريال ده بقى؟ شايفين الكابل ده؟ لا الازرق مش ده، ده اللي يبقى الكابل ده تمام. ايه الكابل ده بقى؟ قال لك الكابل ده عباره عن جزئيتين، لو تاخدوا بالكم في جانكشن هي توصيله في النص تمام. التوصيله اللي في النص دي يعني اسمالي السلكه دي حتتين، حته منهم دي سي اي وحته منهم دي تي اي. جزء من الكابل ده دي سي اي وجزء من الكابل اسمه دي تي اي. طب اعرف ازاي الدي سي اي واعرف ازاي الدي تي اي؟ للاسف سيسكو ما كتبتليش عليه حاجه اعرفهم ازاي من بعض. قال لك كده لو جيت فتحت المسامير دي جزئيتين اهو، اصبر اصبر وهنشوف كل حاجه دلوقتي تمام. السلك ده اتفقنا ان هو جزئيتين، الجزء الفيميل ده اللي بناته داخله الفيميل ده اللي هو الدي سي اي، ده اللي هو مين؟ الدي سي اي. اعمل بيه ايه؟ قال لك ده هتوصله على الراوتر اللي انت ناوي تحوله لدي سي اي، لان انا عارفه ان الراوتر الديفولت بتاعه ايه؟ دي تي اي، بس انا ما عنديش مودم، انا ما عنديش سوسو دوسو، فهاجي على راوتر منهم احوله لدي سي اي، والراوتر الثاني هسيبه دي تي اي. يعني من الاخر كاني بقول للدي سي اي روح اتحكم في السرعه بتاعت الدي تي اي، قول له يبعت بسرعه الفلانيه، خليه يبعت الداتا دلوقتي. يشتغل مودم. اعتبرها كده. بس ده فين؟ ده فين؟ في الريل انفايرومنت ولا في اللاب انفايرومنت؟ في اللاب انفايرومنت. لكن في الريل ما ينفعش الريل السيناريو اللي فوق ده تمام كده؟ لانه خد بالك كابل زي ده انت عايز توصل شركتين، فرعين لشركه، فرع مثلا في كايرو
فرع على سبيل المثال في كايرو وفرع على سبيل المثال في أليكس. بالعقل كده يا كاسبر هتوصلهم ازاي بالسلكة دي؟ ينفع؟ فعشان كده اتفقنا تاني ان سيسكو عامله لنا الكابل ده ليه؟ عشان نجرب تكنولوجيا السيريال جوه الليب. تمام؟ قلنا تاني الطرف الفيميل ده الدي سي اي، ده اللي انا هوصله بالراوتر اللي انا ناويه احوله لدي سي اي. هوصله بالراوتر ايه يا شباب؟ اللي انا هحوله لسه لدي سي اي. تمام؟ والطرف التاني اللي هو اللي بيناته طالعه ده اللي هو الميل ده هوصله على الراوتر اللي انا هسيبه دي تي اي. واضحه؟ خدوا بالكم من حاجه، الكابل ده بصوا كده البنات بتاعته تعبانه شويه ضعيفه شويه. تمام؟ فانا هوصلهم تاني ببعض وهوصل المسمارين دول كده لان الكابل ده غالي. تمام؟ ولو اي بنه منهم اتكسرت هتبقى مشكله. تمام؟ وصلهم كده. طيب بصوا بقى كده الحركه دي انهي دي سي وانهي دي تي اي؟ ايوه انهي دي سي وانهي دي تي اي؟ محدش اخد باله صح؟ هي بقى الفكره في كده. عايزه بقى دلوقتي اتعلم اعرف انهي طرف فيهم الدي سي اي وانهي طرف الدي تي اي من غير ما اضطر تاني ان انا افكهم بالمنظر ده. واضحه؟ افكهم مره واعلم بالوسط صح؟ ليه سيسكو ما كتبتش عليه؟ بالمناسبه الصوره دي في الريل انفايرمنت السلكه اللي رابطه دي دي الطرف اللي هي الفيميل اللي هي الدي سي اي. ده في الريل انفايرمنت الطرف او السلكه الطرف انهي السلكه دي عباره عن طرفين، انهي طرف فيهم اللي واصل اصلا في الحقيقه ما بين الراوتر والسوسو دوسو او المودم؟ الطرف الدي سي اي. تمام؟ يعني معنى كده ان سيسكو عامله لي الدي تي اي عشان اللاب انفايرمنت. واضحه كده؟ تمام؟ الراوتر او السوسو دوسو. الراوتر والسوسو دوسو ده الدي سي اي. عايز توصلهم ببعض. الرسمه قدامك هتوصلهم بأني واحده؟ بأني طرف من دول؟ اوصل ايه؟ بص على التوبولوجي اللي قدامك يا بيه. تمام؟ واصلين بايه؟ بكابل سيريال. ده كده كابل سيريال. انهي واحد من دول؟ ما الاثنين دول سيريال. انهي واحد من دول؟ تمام؟ خد بالك الطرف ده هيدخل في الراوتر. فتحته اهي. تمام؟ طب وانهي اللي هيدخل في السوسو دوسو؟ واخد بالك اللي في السوسو دوسو مش الطرف الثاني من السيريال. ده اللي هي الكابل التخين. الفتحه التخينه. تمام؟ يبقى معنى كده ان واحد من الاثنين اللي قدامي دول هفكهم وواحد منهم هو ده اللي انا هستخدمه عشان مين؟ اوصل الراوتر بالسوسو دوسو. انهي واحد في دول؟ الدي سي اي اللي هو الفيميل. دي سي اي دي سي اي ده اللي بيتوصل بالمودم. دي تي تي تمام؟ سوسو دوسو دي تي تي ودي سي سي احنا خلاص. في دوت 35 ايه في دوت 35 ده؟ انا اللي اقصده مش حاجه. وانت بتوصل في الريل انفايرمنت؟ لا مش بنتكلم هنا يعني في اللاب انفايرمنت. انا كده افك البتاع ده عشان اوصله للدي سي اي. لا وانا عندي هنا وانا عندي هنا يعني انا موصل حته بالدي تي اي وحته الثانيه بالدي سي. اسمعني بيه، انا عندي هنا في الاكاديميه مودم وسوسو دوسو والكلام ده. لا فاللي انا هعمله هعمل ايه بقى؟ هوصل تو راوترز. هوصل الراوترين اللي ورايا دول هوصلهم ببعض. معنى كده ان هم هيوصلوا بمين؟ السيريال ده هيدخل في راوتر والتاني هيدخل في راوتر. معاك في الجيم. انا عايز افرق بين السيريال ده والسيريال ده بس. تقصد دي لسه جايه. تمام؟ انما لو انا اقصد تاني يا بيه، يا اما هضطر ان انا افكها عشان اعرف مين الدي سي او يا اما دي تي اي، يا اما بطريقه تانيه هنشوفها ده كمان شويه في العملي باذن الله. لو انا لخبطتهم كده مش عارفه انهي طرف الدي سي اي وانهي طرف دي تي اي، باوامر هنعرف. باوامر. مش لازم افك يعني. مش لازم افك. تمام؟ حاجه بقى. ايه بقى في دوت 35؟ كابل السيريال اللي قدامكم ده فيه منه خمس انواع، اشهرهم في دوت 35. دي انواع كابلات السيريال. واضحه؟ تمام؟ ده اللاب اللي احنا عايزين نعمله بقى دلوقتي، ان انا عايزه اوصل التو راوترز دول في دوت 35. تمام؟ عايزه اوصل التو راوترز دول واحط لهم مثلا سي اي بي هات اوفر 30 على سبيل المثال. تمام؟ يبقى معنى كده ان الانترفيس ده هياخد اي بي كام؟ 10001. والانترفيس ده هياخد اي بي كام؟ 10002. تمام؟
قلنا تاني تكنولوجي الوان اي بي نو شت داون خلصت. تكنولوجي الوان لا، الخطوتين دول مش كفايه، لازم اجي على الراوتر اللي انا ناويه احوله لدي سي اي اعمل عليه حاجه بنسميها كلوكينج. حاجه اسمها ايه يا شباب؟ كلوكينج. ناس بتوع هندسه بقى وحاسبات، كلوكينج معناها ايه؟ فاكرين لما كنا بنظبط سرعه جهاز معين؟ كلوكينج معناها اني بظبط سرعه جهاز معين. كلوكينج مش مقصود بيها ساعه لو تفتكروا ايام الكليه. كلوكينج معناها ايه تاني؟ بظبط سرعه جهاز معين. يبقى كلوكينج دي معناها اني هظبط سرعه الراوتر ده، وده اللي هيروح لار 2 يقول له اشتغل بالسرعه الفلانيه، ابعت البت دي دلوقتي. لا استنى، ما تبعتش البت دي دلوقتي. دي وظيفة الدي سي اي. ما انا خد بالك، انا جيت على راوتر بي اي دي حولته لدي سي اي في الريل انفايرومنت. السوسو دوسو او المودم هو اللي هيعمل لك الكلام ده. يعني مجرد توصيل الكابل بالراوتر بالتكنيك اللي انا اوصل الراوتر ببعض بكابل سيريال، ده يعوضني عن الجهاز اللي بيقوم بنفس التكنيك اللي بيقوم بيه جوه اللاب. جوه اللاب، لان بالمنطق كده تاني اصلا يا مصطفى، انت عندك راوتر في كايرو وراوتر في اليكس، ده هوصلهم ازاي ببعض؟ هيوصل لازاي؟ ماشي، انا بقول بس هو نفس التكنيك بيتم بالظبط، اللي هو ان هي بتحكم سرعه ال ايوه بالظبط كده. ازاي؟ يعني مجرد الكابل مفروض في وشه في كلوك؟ لا، انا اللي بايدي هاجي على الراوتر ده وهعمل له كلوكينج. هنشوف العمل ايه دلوقتي. عشان احول المودل ده، عشان ايه؟ احول المودل كانك حولته للدي سي اي. هو فعلا حولته للدي سي اي. اما انا لو عندي اصلا سوسو دوسو مش خلاص، الاي اس دي هو اللي بيعمل لك دي كونفيجريشن بالظبط كده. تمام، تعالوا بقى نقوم اللاب ده كده. هوصل دلوقتي التو راوترز دول الاثنين اللي فوق. طبعا هوصلهم ليه؟ طب احنا دلوقتي عاوزين، مش المفروض ان احنا نفكهم عشان نعرف انهي دي سي اي؟ اتفقنا بقى، انا لخبطتهم عشان ايه؟ عشان اعرفهم بطريقه ثانيه دلوقتي. اوان صح؟ اوان هشغل بس كده التو راوترز. تمام؟ احنا وصلناهم كده باور الاثنين. انا كده وصلت لهم باور. او اللي فوق هو اللي اشتغل باور، والتاني لسه لقيت بس الزرار. احنا قلنا في ورا اصلا جنب الباور بتاعه فيه زرار اون واوف. تمام، هدخل دلوقتي كابل الكونسول ده مثلا في الراوتر اللي فوق. يبقى انا المفروض كده كونكتد على انهي راوتر فيهم؟ الراوتر اللي فوق. تمام، هو سوري كان المفروض اوصل للكابل الاول قبل ما اشغل باور، مش مشكله عادي. هوصل دلوقتي عادي مش مشكله، عشان انت عارف بس على ما بيجي بياخد وقت. عايز اوصل دلوقتي التو راوترز للكابل السيريال ده، اعمل ايه؟ شايفين الراوتر اللي فوق فيه فتحتين سيريال. تمام، هقوم موصله طرف منهم براوتر، يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت. هتفرق في حاجه؟ لا. اسم الانترفيس اللي هحط عليه الاي بي، صح؟ لان على حسب انا موصله بايه هيفرق في اسم الانترفيس اللي انا هحط عليه الاي بي. فانا مثلا في الراوتر اللي فوق ده مكتوب من اسم الانترفيس، كنا قلنا بيتحسب ازاي؟ ايوه عارف، هو يعني مكتوب ده. انا دلوقتي سلوت 1 الويك اللي متوصل عليه انا بوصله بسيريال 1، يبقى معنى كده ان انا هوصله بيه نفسه برضه تحت. لا ما. لا مش شرط. طب انا هوصله بالناحيه الثانيه، مش هوصله بالتحت، مش شرط ان ده يبقى اللي زيه بالظبط. في حاجه طبعا. لا عادي، ما في منا يا عم بنتك. يا عم اسكت يا عم بيه، اسكت يا عم بيه، الله يكرمك. خايفين على البنات اللي جوه؟ خايفين. انا خايفه معلش بيك. انا وصلته دلوقتي في الراوتر اللي فوق، الراوتر ده مثلا اللي فوق ده انا هعتبره ار 1. تمام، يبقى معنى كده ان انا وصلته بسيريال. ها اسم الانترفيس الاي او اس هيشوفه ايه؟ مش كنا قلنا ان اول رقم في الموديل ده زيرو اللي هو رقم الشاسي، صح؟ على رقم السلوت تحت مكتوب سلوت 1 يبقى 1، على رقم مكتوب تحت مكتوب على الرقم اللي انا وصلته عليه سيريال 1 يبقى ايه؟ سيريال 0 اوفر 1 اوفر 1. طب اللي قصاده ار 2 اس كام؟ 0 ده رقم الشاسي. رقم الشاسي هو ده مش
ليه؟ ده الشاسي الظهر على بعض. اس زيرو على ها؟ على واحد على اتنين. ايوه لا نشوف ما فيش هنا اتنين. هو زيرو واحد. انا موصلها تحت الزيرو. يبقى هنا على كام؟ زيرو. زيرو. هنا مش هنصرف اس 1 1 اللي تقصد فين يا كاسبر؟ اتنين. ده؟ مش ده هركب هيبقى شاسيه واحد؟ لا. شاسي زيرو. ليه؟ هو الراوتر ده انا كنت قلت لكم في بعض الموديلات بيعتبر الظهر ده كله اصلا بياخد رقم زيرو. ماشي. ما اول واحد كان زيرو ده لو الاثنين متوصلين اصلا بطريقه معينه كده كاني بتعامل معاهم كانهم راوتر واحد. انما دلوقتي ده راوتر مستقل وده راوتر مستقل. في طريقه هنشوفها قدام في السمستر الثالث ان شاء الله. انا ممكن اجيب مجموعه من الاجهزه بتعامل معاهم بكابل اسمه كابل الموديولر، تمام، وبتعامل معاهم كانهم جهاز واحد. هو انا دلوقتي بتعامل معاهم كانهم جهاز واحد ولا انا بعمل شبكه ما بينهم ده راوتر وده راوتر؟ ده راوتر وده راوتر. طيب طب ما هيبقى كده الارقام ها؟ مش فاهم برضه انا. الشاسي كله واخد رقم زيرو. تمام. على رقم السلوت بتاعي يا كاسبر. ماشي. مش اللي فوق ده اللي كان زيرو؟ ما كله ده راوتر بالتالت مثلا يبقى برضه الشاسي فوق صفر. في بعض في هوريها لكم ازاي. بص كده يا كاسبر، بص المنظر ده حاجه زي دي. انا كده بتعامل مع ده ان هو جهاز واحد، بوصلهم بطريقه وبتعامل دول على فكره كذا جهاز مش جهاز واحد. تمام. انا كده انت شايفهم ايه؟ جهاز واحد. شايف المنظر ده؟ اه جهاز واحد. انما هنا انا موصلهم الاثنين جهاز واحد ولا كل واحد راوتر مستقل؟ بتعامل معاه كل واحد ان هو راوتر مستقل. كل واحد يبقى الشاسي بتاعته رقمه هو ده كله واحد. اه شايفين الحاجات اللي شايفين يا جماعه الجمال فين ده؟ واحنا يوم ما نظهر مش طايق الحاجات دي هتفرج عشان هبات جنبه يا هبات جنبه ده كان سويتشز. انا كنت بسيرش على سويتشز مش راوتر. دي موديولر سويتشز ودي سويتشز صغيره. موديولر سويتشز صغيره لا وحشه عاديه عندنا عاديه. تمام. لان في زي ما قلت لكم في سويتشز اللي هي في هكلمكم باذن الله في السمستر الثالث على بعض انواع السويتشز اللي هي وصلت في سيسكو دلوقتي. ان السويتش الواحد او مش الواحد يعني موديل كده سيسكو عاملاه كام يا ربي 2304 بورت للدقه. هم ثلاث سويتشات بيتوصلوا مع بعض بطريقه الموديولر يديك ال 2304 بورت دول. مش موضوع خلينا في اللي على قدنا صح. تمام. طيب قلنا تاني ان انا لما جيت وصلت التو راوترز دول انا مش عارفه انهي طرف الدي سي اي وانهي طرف الدي تي اي صح؟ تعالوا الاول بقى كونكت كده على الراوترز في نتيرا تيرم. طبعا انا داخله دلوقتي على انهي راوتر؟ اللي فوق. فهو ده اللي انا هعتبره مين؟ ار 1. تمام؟ تعالوا بس كده اعمل له شويه كونفجريشن. انا قلت لكم ان انا هعتبر ان اللي فوق ار 1 وهعتبر اللي تحت ار 2. لان الكابل دلوقتي داخل فين يا بهي؟ تمام كده. فهسميه هنا ار 1 وبس هعمل شويه الكونفيجريشن الرئيسيه او على ما اتذكر هي اوريدي كانت موجوده لان ده الراوتر اللي احنا كنا شغالين عليه اخر مره. لوجينج سينكرونس اكزيت داش تايم اوت الكلام ده. تمام. عايز ادخل على الراوتر الثاني اعمل له كونفيجريشن. اعمل ايه؟ بصوا عشان الكابل ده من هنا احطه هنا. ده مش هيطير الكونفيجريشن. انت بتشيل كابل الكل اللي فيها ان انت بس انت ده تيراتر انترفيس بتكونكت بيه على الراوتر مش اكتر. الكونفيجريشن كده كده في الستارت اب كونفيج كده كده. وافرض ان انت ما كنتش خزنت. انا ما خزنتش لما غيرت الهوست نيم. مش هيحصل حاجه؟ لا. يحصل حاجه امتى؟ لو انا ما كنتش سيفت والكهرباء قطعت او طفيت الراوتر. تمام؟ انما ده التيرا تيرب كل اللي فيها ان هو انترفيس بيساعدني ان انا كونكت على صفحه الراوتر مش اكتر. تمام؟ بص لو ضغطت انتر مش ده كده انا داخله على حاجه ثانيه؟ اه دي ده مش هحصل لها كونفيجريشن. مش هو ده الراوتر ار 1 اللي انا كنت داخله عليه. تمام؟ التيرن ده الانتر صح؟ ايه؟ التيرن ده الانتر. الايه؟ الانتر اللي هو ايه؟
اونلاين كونسول لوجين سينكرونس اكزيك داش تايم اوت نو اي بي دومين داش لوك. بص تاني كده عشان ما تلخبطيش نفسك. لو شلت الكابل من ار 2 اللي هو تحت وحطيته فوق يا باهي وضغطت انتر انا كده كونكتد على مين؟ على ار 1 اهو. انا كده الاوامر اللي انا ببعتها بتوصل لار 1. لو شلت الكابل ودخلته في الراوتر اللي تحت وضغطت انتر انا كده بتعامل مع مين؟ عشان كده انا غيرت اسامي الراوتر عشان ما تلخبطيش نفسكم. ده سميته ار 1 وده سميته ار 2. التي راوتر ما هو في الاول وفي الاخر الا انترفيس بيساعدني ان انا اكونفجر الراوتر. تمام. شلت كابل الكونسول ده مش هيضيع الكونفجريشن لان الكونفجريشن لسه موجوده على الراوتر. تمام. كابل الكونسول كل وظيفته انه بيساعدني عشان ادخل على صفحه الراوتر ليس الا. الكونفجريشن تضيع امتى؟ الكونفجريشن تضيع امتى؟ لو انا ما كنتش سيفت وطفيت الباور. اي بي دومين لوك اب عشان يعمل لو كتبت اي امر غلط في اليوزر مود او في الانيبل مود ما يعملليش برودكاست. تمام. تعالوا ندخل بقى على الراوتر الاولاني كده ونعمل له كونفيجريشن. اي باشا هو انا دلوقتي فاتحه اي بي هات والكلام ده ماشي بس الكلام ده لما اكون الاول برضو هضطر ان انا ادخل على ده شويه وده شويه لغايه ما افتح التلت واخلص الكونفيجريشن والاي بي هات وافتح التلت الكلام ده. تمام. هو في حل افضل يا احمد بس ما عنديش هنا. في سيرفر كده سيسكو عاملاه بنسميه اكسس سيرفر. الاكسس سيرفر ده بيبقى كاس هيطلع منه كابل الكونسول وكابل الكونسول ده بيبقى متفرع من الناحيه الثانيه لثمان فرد يوصلوا على كذا راوتر وبطريقه كونفيجريشن معينه كده بدخل على الاكسس سيرفر ومن نفس الشاشه اقول دخلني على ده شويه دخلني على ده شويه دخلني على ده شويه بدل ما اضطر ان انا اشيل الكابل في كل شويه واحطه في كيس. دي حاجة تانية خالص. يعني اكني بعمل بلاجد وانبلاجد. اعتبرها كده. بس الفكرة ان كابل الكونسول داخل فين؟ في الاكسس سيرفر ده. ما بضطرش ان انا كل شوية اشيله وحطه في كاس تاني. تمام كده؟ لو جيت دلوقتي على الراوتر الاولاني. انا عايز اعرف. ماشي سعيد. انا عايز اعرف دلوقتي انا داخل على مين؟ على الدي سي اي ولا على الدي تي اي؟ لسه ما هنعرف دلوقتي. انا ما حاولتش خدوا بالكم انا ما قلتش احول. انا قلت دلوقتي ان الطرف الدي سي اي ده اللي هوصله بالراوتر اللي انا ناوي احوله لدي سي اي. قلنا الاول. تمام. اعرف ازاي دلوقتي ار 1 بتوصل بالكابل ده يا ترى الكابل ده انهي طرف فيهم الدي سي اي ولا الدي تي اي؟ عندي هنا امر اسمه شو كنترولرز. شو ايه يا شباب؟ كنترولرز. لو ضغطت انتر دلوقتي هيديني معلومه عن كل الانترفيسز. انا مش عايزه كل الانترفيسز انا عايزه اركز على الانترفيس اللي هو اللي انا متوصله بيه اللي هو مش ار 1 انا شبكه عليه ربط عليه باس 0 اوفر 1 اوفر 1 صح. فاقول له شو كنترولرز واحدد له الانترفيس اللي انا عايز اعرف معلومات عنه لان تاني لو ما حددتش الانترفيس هيجيب لي معلومات عن كل الانترفيسز اللي على الراوتر وانا مش انترستد فيه. انتر. كميه جاربج مهوله كميه معلومات ما تهمنيش في اي حاجه نهائي. السطر الوحيد اللي يهمني في الليله دي هو ده. اه يبقى انا كده متوصله بمين؟ دي تي اللي هيبقى في دوت 35. عايز تعكسهم يعني؟ ماشي ساعتها تعكس بس ماشي اوكي. انا مش هعكسهم دلوقتي كهاردوير انا هاجي اغير بس في الرسمه بتاعتي. تمام. يبقى هاجي دلوقتي هنا الكلوكنج دي هي اللي تتحط الناحيه دي وده هو اللي انا اعتبره ايه بدل موجع دماغي واقعد افصل. حاضر. تمام كده. ماشي يا شباب. فقلنا تاني ان انا كده مربوطه بمين؟ في دوت 35 الدي تي اي. تمام. نوع الكابل في دوت 35. قلنا تاني كابل السريال ده في خمس انواع اشهرهم الفي دوت 35. ايه؟ لا ده نوع كابل ملوش معنى يعني في انواع كتير. تمام. هو ده الراوتر مين؟ ار 1. المفروض دي ما كانتش كده تظهر لنا. دي عادة ما بتظهرش بنفس الشكل ده. بتظهر في الدي سي اي. لا لا في حاجة غلط. لا 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 شباب هو ممكن ما نفسش الكلام ده مرة ولا اتنين ده انا بقالي عمر بعمله.
هو ممكن علشان انا وصلته بعد ما شغلت الراوتر. ماشي اوكي. هل لسه عامل دلوقتي؟ هقول لكم دلوقتي كان المفروض يوصل ايه وهحل المشكله اللي حصلت دي دلوقتي. اوكي لو جيت دلوقتي على ار 2 شو كنترولرز، عايز احدد الكنترولرز على مين؟ اوفر 1 اوفر 0 تمام. هقول لكم ليه، هقول لكم ليه صح. لاني لسه ما عومتش الانترفيسز، لسه ما عملتش نو شت داون. انا لسه حتى هذه اللحظه ما عملتش نو شت داون، وطالما ما عملتش نو شت داون مش حاسس ان في كلوكينج جايله من الطرف الثاني، الانترفيس مقفول. دي مش مشكله ولا حاجه، لا مش علشان انا وصلت الكابل بعدين، لا لا خلاص تمام، عشان الانترفيس بتاعي دلوقتي ديسيبل، فمش حاسس بالكلوكينج اللي جايله اصلا من ار 2 تمام. لو جيت هنا تاني على ار 2 قال لي ان الكابل بتاعي دي سي اي، وقال لي ان في كلوكينج اصلا قيمته كذا باي ديفولت. كان في موديلات اقدم من الراوتر كان باي ديفولت ما عليهاش كلوكينج، وانا اللي لازم احط كلوكينج بايدي. الموديل ده والاحدث منه كله بيبقى فيه كلوكينج موجود باي ديفولت. تمام كده يا شباب؟ قلنا تاني على حسب الموديل، في موديلات ما كانش بيبقى فيها كلوكينج، في موديلات تانيه في كلوكينج زي ده. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي هاجي على التو راوترز دول واحط عليهم اي بيهات ونوشت داون ونشوف الدنيا هتقوم ولا لا. احنا اتفقنا ان اي بيهات ونوشت داون مش كفايه، لازم اعمل ايه كمان؟ كلوكينج اللي هو اوريدي في الموديل ده موجود باي ديفولت. هنعمل 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 رفع. خلينا بس نمشي الاول الخطوات الاساسيه اللي احنا عارفينها اللي هي ايه. هدخل على ار 1 وادخل تحت الانترفيس احط له اي بي، يبقى اس 0 اوفر 1 اوفر 1 صح؟ اي بي ادرس، وانا ما وصلت كام؟ 10 انا هخليها البريفكس على 30، يبقى هنا السبنت ماسك اخره 252 تمام؟ انت كنت بحط اي بيهات بس؟ ها؟ نو شت داون. طبعا في حالتي هيديني اب وبعد كده هينزل داون، او حتى ما لحقش اداني داون على طول. ليه داون؟ كنا قلنا ان تكنولوجي السيريال غير تكنولوجي الايثرنت. الايثرنت انا بحط اي بيهات ونو شت داون وبديني قامل، انما في السيريال بيعتمد على اللي قصاده. في تكنولوجي السيريال مش كفايه ان انا اعمل كونفجريشن عندي، معتمد على مين؟ على الانترفيس اللي قصادي. عشان كده اداني هنا ايه؟ داون. تمام؟ يعني لو جيت اشوفه هنا الانترفيس اللي قدام داون فراح من كده داون. فاكرين الامر بتاع شو اي بي انترفيس بريف؟ هو هنا اداني ان الحاله بتاعتي ايه؟ داون داون. وقلت لكم في بعض موديلات ثانيه اشتغلت عليها لما يكون الطرف اللي قصادي فيه مشكله بيديني اب داون. تمام؟ طيب يبقى انا كده محتاجه اعمل ايه برضو على الراوتر الثاني؟ احط اي بي هات. لكن ما ينفعش العكس، ما ينفعش يكون داون ويبقى الثاني اب. طبعا. لير 1 وقع اكيد لير 2 مش هتكون. ما لهاش ترتيب. عادي انا بس دلوقتي حاليا بحط اي بي ونو شت داون واشوف هيقوم ولا لا. تمام؟ التو تيرمينال صح؟ طبعا على الطرفين. انا بعمل التوبولوجي ده يا شباب، بحط اي بي ونو شت داون تمام؟ واشوف الدنيا هيشوفوا بعض ولا لا. هقول له هنا ايه؟ اي بي ادرس البريفكس كام؟ 252 وبعد كده اقول له هنا نو شت داون. قال لي الانترفيس دلوقتي بقى ايه؟ اب. شو اي بي انترفيس بريف حالته بقت اب. ايه ده؟ بس انا ما حطيتش كلوكينج. انا قايل لكم ان السيريال مش كفايه اللي انا عملته، لازم اي بي هات نو شت داون واظبط مين؟ الكلوكينج. بالظبط كده. ايه اللي حصل؟ احنا اتفقنا ان الموديل اللي ورايا ده فيه كلوكينج اساسا. صح؟ يعني انا دلوقتي على ار 2، ار 2 ده مين؟ دي سي. شو كنترولرز على اس 0 اوفر 1 اوفر 0 اتفقنا ان تاني ان في كلوك اهو باي ديفولت. تمام؟ طب لو جيت على الراوتر التاني اللي هو ار 1 يعني وقلت له هنا شو كنترولرز على اس 0 اوفر 1 اوفر 1 انتر، بص قال لي هنا ايه؟ دي تي اي نوع الكابل في دوت 35 ترانسميتد اند ريسيفد كلوكس ديتكتد. انا ما حطيتش هنا كلوكينج، ده دي تي اي. هو حاسس ان في كلوكينج
جايه له لما كان من شويه ستوبد بس عشان انا نسيت ان انا كنت لسه الانترفيس ما اشتغلش بس تمام. تاني هنا حس بايه؟ ان في كلوكينج جايه له من الطرف التاني. واضحه كده؟ يعني معنى كده ان لو جيت ابنك انا على ار 1 ابنك كده على ار 2 انتر في ريبلاي ولا لا؟ حد اخد باله ان مفيش عندي ولا بنجايه وقعت؟ صح. ليه؟ قال لك اصل تكنولوجي السيريال، انا هقولها دلوقتي كمعلومه بس قدام في السمستر الرابع في الوان ان شاء الله هنفهم بالتفصيل ليه. تكنولوجي السيريال الانترفيس السيريال ملهوش ماك ادرس. انترفيس السيريال ها ملهوش ماك ادرس. طب ما انا عارفه ان اول بنجايه كانت بتضيع ليه؟ عشان الارض. صح. بمعنى انا محتاجه الديستنيشن ماك، فكنت ببعت برودكاست عشان اجيب الديستنيشن ماك. هنا مفيش ماك، امال ايه اللي بديل للماك؟ مش وقتها خالص دلوقتي. تمام. عرفوا لي بس هنا ان اول بنجايه وقعت ليه او مفيش سوري حاجه ولا بنجايه وقعت ليه؟ مفيش برودكاست، مفيش ماك منها بس في الليل. في الليل. تمام كده يا شباب. كتاكيد لو جيت هنا عندي امر اكتر من رائع على الراوتر ده. هما ليه عملوا بقى بدل ما انا كده ما استفدتش منها غير في اللين؟ لا احنا اتفقنا ليه في الرابع باذن الله هنعرف ليه اصلا الماك ده يعني او ليه ما اتعملش الماك في الوين ده لسه سابق لوانه قوي قوي يا كاستر. ما اتعملش الماك في الوين. السيريال انترفيس ملهوش ماك. تمام. كتاكيد بس على المعلومه اللي انا قلتها، انما ليه لسه بدري عليها جدا. تمام. في عندي امر اكتر من رائع بيجيب لي معلومات مهوله. شو معلومات عن الانترفيس بتاعي اللي اسمه مثلا انا على ار 1 يبقى على كام؟ زيرو صح؟ لا واحد. واحد. تمام. لو ضغطت انتر هنا ادور على حاجه اسمها ماك المفروض بيصار لي هنا. لو في عندي كومه الماك كان هيصار لي في اول سطر. مفيش حاجه. تمام. طيب بصوا كده لو قلت له نفس الامر بس على اف 0 اوفر 0 مش ده فاست ايثرنت؟ يبقى ليه ماك ولا لا؟ انتر. بصوا الكلمة دي كده ايه دي؟ ايه دي؟ البي اي ايه ده؟ ماك. كنا قلنا اسمه البرنت ان ادرس، وقلت لكم احفظوا المسمى ده كويس جدا لان سيسكو مش بتسميه ماك. سيسكو بتسميه ايه يا شباب؟ البي اي ايه. يبقى فعلا كارت الانترفيس الايثرنت تكنولوجي الايثرنت ليها ماك. تكنولوجي السيريال السطر ده اصلا ما كانش موجود. صح. المعلومه دي ما كانتش موجوده. ده كتاكيد بس ان السيريال انترفيس ملهوش ماك. ليه؟ زي ما اتفقنا بدري قوي عليها يا كاسبر. تمام كده. طيب طبعا احنا شفنا دلوقتي ان الدنيا بينجبل وكله تمام. انا عايزه بقى دلوقتي اتعلم ازاي ان انا اغير الكلوكينج. تمام. هاجي على انهي طرف؟ الدي سي اي ولا الدي تي اي؟ الدي سي اي. الدي سي اي هو ده اللي انا بغير عليه الكلوكينج. صح. فهنزل تحت الانترفيس بتاعه واقول له كلوك ريت. انا كده بغير الكلوكينج. باي ديفولت كان مديني رقم معين على ما اتذكر كان 125000 تقريبا او 1,250,000. تمام. لو انا قلت له هنا كلوك ريت واستخدمت الهلب كده يا باهي كل دي قيم كلوكينج انت ممكن تظبطها. تمام. بليف ات اور نوت، كل ما هتظبط قيمه اعلى كل ما هتدفع فلوس اعلى. كل ما ده القيمه هنا هتزيد كل ما هتدفع فلوس ازيد. تمام. هتقول لي طب انا هحطها بناء على ايه؟ مش انت اللي بتظبطها، لان احنا اتفقنا ان اللي انا بعمله ده في اللاب انفايرمنت. امال في الحقيقه ده هيبقى متوصل بمين؟ الراوتر هيبقى متوصل يا اما بسوسو دوسو يا اما مودم. والسوسو دوسو بالهرتز. هرتز. لا الريت ده عباره عن ايه؟ يعني بناء على ايه؟ بيت بير سكندز. اه هو ده الهرتز بيت بير سكندز. تمام. فقلنا تاني انت مش هتظبطه، الاي اس بي هما اللي بييجوا اصلا يظبطوا لك السوسو دوسو او المودم، وهما اللي بيظبطوا السرعات دي، انت ما بتعملش فيها حاجه. تمام. وكل ما هتختار رقم اعلى كل ما هتدفع اكتر. انت طبعا مش هتقول لهم انا عايز الرقم ده، انت هتحدد لهم سرعه معينه، ده شغلهم بقى. واضحه كده يا شباب؟ سي دلوقتي ان انا عايز اغير الكلوك ريت بتاعي مثلا هخليه 64000 بيت بير سكند. تمام. لو جيت هنا قلت له شو كنترولرز على اس 0 اوفر 1 اوفر 0 كده الكلوك فعلا هنا اتغير ولا لا؟ صح. طب لو رحت على الراوتر الاولاني
الراوتر اللي هو الدي تي اي، وقلت له شو كنترولرز، لازال ما جابليش برضو كومت الكلوك، لان احنا اتفقنا ان الدي تي اي تحت الانترفيس. قلت له كلوك ريت، وتكتب الرقم اللي انت عايزه، استخدم الهيلب عشان يجيب لك كل القيم اللي انت عايزها. تمام. لما جيت هنا بقى على الانترفيس ده، او على سوري على الطرف اللي هو الدي تي اي، برضو لما كتبت الامر ما جابليش كومت كلوكينج، لان احنا اتفقنا طرف الدي تي اي كل اللي بيظهر عنده ترانسميتد اند ريسيفد كلوكس ديتكتد، حاسس ان في كلوكينج جاي له من الطرف الثاني مش اكتر، كم ما بتظهرش. تمام. طب بصوا كده بقى، لو انا دلوقتي استغبيت ونزلت تحت الانترفيس بتاع الدي تي اي وقلت له كلوك ريت، اي قيمه مثلا، حاجه زي كده مثلا، لو ضغطت دلوقتي انتر ايه اللي هيحصل؟ هي دي ار انتر. ايه ده؟ ده ايه يا مصطفى؟ ده ايه بيتحول هو بقى دي سي؟ اللي حصل للدقه، لا هو دي تي اي، اللي حصل للدقه ان هو بيديني حاجه بنسميها سايلنت ايرور. سايلنت ايرور يعني ايه؟ يعني من الاخر ما ادانيش ايرور صراحه اشوفه بعينيا، بس نفض لي. نفض لي بمعنى ايه؟ لو انا جيت قلت له هنا شو راننج، هو حط لي 270 اصلا، حط لي رقم كده راندوم، انا بوريكم بس ايه اللي هيحصل. انا بوريك بس لو انت كتبت الامر بتاع كلوك ريت على الطرف الدي تي اي، احنا دوسنا انتر فجاب 270000. لا انا اللي حطيت، انا اللي حطيت القيمه، انا اللي كاتباها، انا بفضل انا بحدد اي قيمه. تمام. انا كنت عايزه اشوف بس لو انا جيت على الراوتر الدي تي اي وحطيت له كلوك بايدي كان ايه اللي هيحصل. تمام. كلكم كنتوا متوقعين انه هيديني ايرور. عايز اقول لكم ان في الموديلات الجديده، على سبيل المثال موديل 2900 اللي انتوا بتشتغلوا على عليه على الباك تريسر، بيديني ايرور صراحه، بيقول لي ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده، روحي اعملي الكلام ده على الدي تي على الدي سي اي، انا دي تي اي، بيديني ايرور صراحه. لكن موديل زي ده مثلا قلنا ان هو بيديني حاجه بنسميها سايلنت ايرور. يعني ايه سايلنت ايرور؟ مش انا اي كونفيجريشن بعملها المفروض ان هي بتتحط تحت الشو رانينج كونفيج، صح؟ لو جيت هنا قلت له شو رانينج كونفيج بالمره كده حته صغيره، لو قلت له شو رانينج كونفيج هيديني كل حاجه انا عملتها في كونفيجريشن. لو انا عايزه فلتر، يعني مثلا عايزه اقصر كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها على انترفيس بس، يبقى هقول له ايه؟ شو رانينج على الانترفيس ده، يبقى هيوريني الرانينج كونفيج اللي اتطبقت تحت الانترفيس ده بس. انتر. خليك هنا. انتر. بصوا كده، انا كنت عامله كونفيجريشن اي بي ونو شت داون. طب والكلوك؟ مش حاجه ظهرت، الاجهزه واقفه، الدنيا فصلت. لسه عندك فصل يا مصطفى؟ خلاص تمام كده يا شباب. قلنا تاني شو رانينج على الانترفيس الفلاني ده بيوريني ايه؟ معلومات عن معلومات عن الرانينج كونفيج على الانترفيس ده بس. تمام. جاب لي الكلوك، نفض لي. طب لو رحت هنا وقلت له شو رانينج كونفيج على الانترفيس ار 2، يبقى انترفيس كام؟ زيرو، صح؟ قال لي ادي الاي بي ادرس وادي الكلوك ريت. يعني معنى كده ان انا لما كتبته على الطرف الدي سي اي الامر تك افكت، اشتغل، اتحط تحت الرننج كونفيج. لما حطيته على الدي تي اي سايلنت ايرور. سايلنت ايرور يعني ايه؟ نفض لي. سايلنت ايرور يعني ايه يا شباب؟ نفض لي. وده في الموديل ده، في بعض الموديلات قلنا تاني في موديلات تانية صراحه كده بيديني ايرور. صدق سؤال حلو تاني بقى مش عارف. لا ممكن تكون مسج هما كاتبينها كده، مش عارف. سؤال حلو ده. ماشي يا شباب، بس زي ما قلت لك ممكن ده البادي بتاع الرساله مش اكتر. الناس بقى اللي هتطبق الكلام ده، طبعا انتوا مش هتاخدوا الراوتر تشتغلوا عليه، هنشوف كالعاده ازاي تطبقوا الكلام ده على الباك تريسر وازاي تطبقوه على جي ان اس. طب انا طالع ممكن اجيب راوتر سيسكو نلعب عليه شويه اليوم. مين؟ ايه؟ واحد صاحبي عرض عليا وهو شغال في مكان، يعني ممكن يجيب لي راوتر سيسكو. تشتري يعني راوتر سيسكو كده؟ لا هيدوني كده ونقعد عليه حته وبعد كده اعمل ماشي اوكي.
هات انت عملت ايه يا احمد؟ تعالى قرب. انا شايف عدلت السلك بس شوف كده. طب عشان بس ما افصلش ها قربنا نخلص ده قربنا نخلص ده خلاص. الناس اللي هتطبق على الباك تريسر يا شباب. هنشوف الاثنين هنشوف كله مش هسيب كلمه. استنى لا هنطبق كمان على الباك تريسر هتطبقوا ازاي على الباك تريسر وهتطبقوا ازاي على جينس تمام. الناس اللي هتطبقوا على الباك تريسر ادي موديل عجبك كده يا احمد كوز لو جينا دلوقتي نتعامل مثلا مع موديل 2911 خدوا بالكم من حاجه الموديل ده من الراوترز لو حد فيكم كان هان عليه اشتغل عليه يعني بعد الشر عليكم. انا اشتغلت عليه. طب عليه كام انترفيس الموديل ده؟ اثنين. لا اربعه ثلاثه انترفيس جيج 0 اوفر 0 جيج 0 اوفر 1 جيج 0 اوفر 2. لا انا بشتغل على الراوتر لو جيت اوصل اهو على سبيل المثال اد كونكشن واوصلهم على سبيل المثال مثلا كروس اوفر عندي كام انترفيس؟ ثلاثة انترفيس جيج 0 اوفر 0 لغاية جيج 0 اوفر 2. بس معقد والله. تمام؟ تمام يا شباب؟ مفيش سيريال. اعمل ايه عشان الراوتر ده يبقى له سيريال؟ اعمل ايه عشان الراوتر ده يبقى له سيريال؟ اعمل ايه؟ اركب له ايه؟ اركب له ايه؟ اركب له سوسو دوسو وكايه. قلت لكم ركزوا في المصطلح ده هنستخدمه كتير قدام. اي راوتر محتاجه ان انا اوصل عليه بسيريال هوصل له بايه؟ اركب له ايه؟ ويك. مش كنا قلنا ان الانترفيس ده كده حتى انتوا شفتوه بعينيكم مكتوب عليه ويك. ايه؟ ده يا جماعه مش شفتوه بعينيكم قبل كده؟ ويك اهو ويك انترفيس كارد. شفتها يا مصطفى؟ تمام. في بقى وكاية تاني هوصلوا بيه. في ايه؟ هوصل هوصل بيه. يعني انا اقصد ان ده كان حته حديد زي ده بالظبط. تمام. انا اللي موصله الويك ده بايدي. كنت محتاجه سريالات على الراوتر. جبت الويك ده وانا اللي فكيت المسمارين دول وانا اللي ركبتهم. هو الويك ده اختصار ليه؟ وين انترفيس كورد. واخدينه قبل كده ورا. عايز افتكر بس. ما انا عارف. تمام؟ اوصل ازاي ويك بقى في الباك تريسر؟ هكليك على الراوتر. طبعا في الحقيقه احنا شفنا بشيل المسمارين دول وبجيب الوكايه بتاعتي وبوصلها وبربطها. فين بس؟ دي فين سريالات دي؟ السريال يعني طب هو ده اسمه ويك؟ مش كنا قلنا يا شباب الموديول الموديول اللي كله سريالات سميناه ويك؟ اه صح؟ دبليو اي كي كي اللي كله سريالات بين الاي كي كي سي انت بتبقى حديده وحضرتك انت الحديده. ايوه انت جايبه حماده سريال. حماده سريال اه تمام. هنا بقى في الباك تريسر اعمله ازاي؟ شايفين الراوتر ده مثلا فيه اربع سلوت اهم تمام. هضغط هنا على 2 تي هاي ويك معناه هاي سبيد ويك. هاي سبيد ويك مش اللي قدامكم ده نفس الشكل اللي قدامكم على الراوتر. ضغطت على الراوتر يا باهي. ضغطت على الراوتر ما عملتش اي حاجه. ضغطت على الراوتر اهو تمام. بعد كده ضغطت على 2 تي هاي ويك 2 تي يعني يديني 2 سيريال يعني زي اللي قدامكم ده بالظبط. هو ده اللي على الراوتر ده. لو جيت اسحبه دلوقتي في اي سلوت هيديني ايرور. ليه ايرور؟ بيقول لي الراوتر شغال. اطفي الراوتر الاول. ينفع ينفع اوصل حاجه هاردوير على الراوتر وهو قايد؟ يبقى اطفي الراوتر. شايفين اطفي الراوتر ايوه واسحبه هنا في السلوت ده واشغله تاني. لا بجد اللي ما ركزش في دي يركز في دي. شباب هضغط على الراوتر اطفي الراوتر واسحب السلوت بتاعي او الويك بتاعي واشغل الراوتر تاني. تمام. لما اجي اوصل الاثنين ببعض بقى ما اوصلهمش بكونسول سوري وكروس اوفر ولا رول اوفر ولا الكلام ده. اوصلهم بايه؟ بسيريال. شايفين لما سحبت البورده كده شويه في هنا كابل سيريال مرسوم عليه كلوك ساعه وتحتيه سيريال دي سي اي واللي جنبيه سيريال دي تي اي. طبعا لو دخلت لو ربطت واحد بدي سي اي اكيد كده وانا مغمضه الطرف الثاني لوحده هيبقى دي تي اي. فهاجي اوصل واحد بالدي سي اي اكليك هنا في انترفيس السيريال اهي الزيرو الاولاني الشاسي الزيرو الثاني السلوت لان كنت موصلاه في السلوت الاولاني
الزيرو الثاني الثالث رقم الانترفيس هوصله مثلا بده. نفس الكلام الزيرو الاولاني الشاسي، الزيرو الواحد الثاني لان انا كنت لو حد قوي الملاحظه كده وركز انا كنت موصلاه بالسلوت الثاني، والزيرو ده اخر واحد ده رقم الانترفيس الشاسي اللي هو الظهر ده كله. طيب السلوت اللي هو السلوت عندي في الراوتر الانترفيس اللي هو البدايه، يعني لو اخدت بالك هنا يا مصطفى السلوت ده الموديول اللي انا مركباه واحد مكتوب عليه سيريال 0 والتاني مكتوب عليه سيريال 1. انا بشتريه كده الاي او اس هيفهمه ازاي؟ صح؟ هيفهمه الاسم ده. وتبداوا بقى تحطوا كلوكينج والكلام ده وتظبطوا اللاب ده. تمام يا شباب؟ ده على الباك تريس. انا وصلت دلوقتي دي سي اي ولا دي اي مع بعض صح؟ لا انت جيت على راوتر اخترته دي سي اي اكيد وانت مغمض. بص لو وقفت بالماوس بالراحه كده على النقطه دي هتلاقي سوري بقى مش عارفه ليه بتختفي بسرعه. مش عارفه هي عاده ما بتختفيش بسرعه قوي كده. هتلاقي اللحظه اللي ظهر فيها واحد منهم كان ظهر جنبيه ساعه والتاني لا. حاضر. الغي الايه بالظبط؟ هتيجي تضغط هنا على واحد دي سي اي وتوصله مثلا بده، يبقى الراوتر ده نوعه دي سي اي وتوصله هنا بمين؟ بواحد باي انترفيس عليه. انت اخترت ده دي سي اي يبقى اكيد اللي قصاده طرف دي سي اي والتاني دي سي اي، ايا كان انت اخترت ده ايه اكيد اللي قصاده هيبقى الطرف الحاجه الثانيه. بس انا مختار تحت في التحت. اختار اللي انت عايزه تحت، الطرف الثاني هيبقى العكس. تمام. واضحه؟ ده هي ركز هنا يا بيه. ده بالنسبه للباك تريس. بالنسبه للجي ان اس بقى. هتوصل له كده تو راوترز. ادي الراوتر الاولاني. ودي الراوتر الثاني عايز توصل له سيريال، كليك يمين على الراوتر كونفيجر وتيجي على الراوتر سلوت وتختار هنا مثلا انا هوصله هنا بسلوت 1 مثلا هوصل له 4 تي 4 تي يبقى الموديل ده هيديني 4 سيريال. الموديل ده هيديني كام؟ كل واحد وليه موديل، كل موديل وليه طريقه. الموديل ده هيديني كام يا شباب؟ 4 سيريال. اللي ما ركزش هنا يجي يركز هنا، كليك يمين كونفيجر واضغط على الراوتر وبعد كده انا عايز اوصل له سلوت هوصل له سلوت 1 يبقى كام؟ 4 تي. لو جيت المره دي اوصل الاثنين دول ببعض بصوا في سريالات ظهرت ازاي؟ الموديل ده مثلا مش بيتعامل مع الشاسي كله فاول سلوت او اول رقم رقم السلوت انا فعلا موصله في سلوت 1 والرقم اللي بعديه رقم الانترفيس وهتوصله ده مثلا بدا مثلا وات ايفر وصلوا زي ما انتوا عايزين تمام وتقوموه نفس الكلام مع ملاحظه بسيطه جدا 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 هي لك في الكلام مع ملاحظه بسيطه جدا احنا اتفقنا ان الجي ان اس مش معتمد على هاردوير حقيقي صح فبيتعامل مع الاثنين هي دي تهليسه منه محترمه جامده بيتعامل مع الاثنين ان هم دي سي اي بس غير كده الدنيا شغاله تمام ومفيش اي مشكله وبيبنجوا على بعض وعايشين حياتهم مع بعض يعني لو جيت على ده او ده قلت له شوف لوكينج موجود على الاثنين. معلش هي حاجة غريبة. هي حاجة غريبة. الباك تريسر في اللاب بتاع الباسورد ريكفري وفي السيريال بس. غير كده سيسكو الباقية كلها لا انسى مفيش وقت. انا وصلت الاثنين ببعض. انا عرفت منين بقى ان انا وصلت السيريال ولا السيريال؟ طلع مش انا اخترت وانا بوصل. انا وصلت بس. مش انا اخترت سيريال؟ يبقى انا كده بشتغل سيريال. هو ده الحاجة اللي بتحط في السيريال ده بالظبط. حتى لو تاخد بالك من شكل الكونكشن علامة البركة اهو. بس ناخد ريست بقى الحمد لله. صح. لا بقول لك نكمل ريست نص ساعة عشان نمشي بس يا